بغينا حل جذري وبغيناهم يقراو، بغيناهم يقراو، والتعليم راه ناقص، راه ما كاين تعليم. حنا المهم غير يمشي المؤسسة على قبل هذيك الشهادة اللي كيعطيونا وصافي، هادشي اللي كاين. أما راه ما كايناش قراية وتزيدونا تبركوا من هنا في الدار، ما يمكنش، هادشي ما غنقبلوش، وغنبقاو دائما نجيو، دائما نجيو، غنهضرو على حقوقنا، ولا تجي واحد، أستاذ عطيو حقه. الشعب كله ديال السنين. عطيو الأستاذ حقه باش يجي يقري لنا وليداتو، وهو راشق عليه، هو بخير، حيت إلا ما خداش حقه، غايجي يبردو علينا في ولادنا. جينا قدام هذا المقر باش ناخذوا الحقوق الى لقينا مع من نتناقشوا، واخا ما لقيناش مع من ندويو كنحتاجوا، ما كاينش اللي كيعطينا شي مبرر ولا شي حاجه اللي غتبرد علينا. اولا اننا حنايا حنا ولادنا ضاعوا بزاف، راه وصلنا للسيمانه دابا الثالثه ولا الثانيه، راه بزاف، راه عندي ثلاثه الوليدات ما تيقراوش. واش انا غنبقى مزير عليهم في الدار؟ ما يمكنش، راه المؤسسه هي اللي كتربي وانا كنعاون، وهادشي راه بغينا ليه حل ضروري، ديروا لنا شي حل في هادشي. حنا ما عندنا حتى شي مشكل مع شي واحد، ما عندنا مشكل مع الاساتذه لا مع حتى شي واحد، غير حقوق وليداتنا، ديروا لنا حل. بغينا حل جذري وبغيناهم يقراو، بغيناهم يقراو، والتعليم راه ناقص، راه ما كاين تعليم. حنا المهم غير يمشي المؤسسه على قبل هذيك الشهاده اللي كيعطيونا وصافي، هادشي اللي كاين. اما راه ما كايناش قرايه وتزيدونا تبركوا من هنا في الدار، ما يمكنش، هادشي ما غنقبلوش، وغنبقاو دائما نجيو، دائما نجيو، كنهضروا على حقوقنا، ولا تجي واحد، استاذ عطيو حقه. الشعب كله ديال السنين. عطيو الاستاذ حقه باش يجي يقري لنا وليداتو، هو راشق عليه، هو بخير، حيت إلا ما خداش حقه، غايجي يبردو علينا في ولادنا، غايخرجها علينا من ولادنا. القلب حنا هادشي حنا ما نكذبش عليك، هادشي كثر علينا بزاف، هادشي كثر، وحنا بركه علينا مشاكل اخرى، نزيدوا هاد المشاكل اخرى، هادشي اللي كاين. كلشي صبروا علينا، حنا عندنا مشاكل بزاف، اشنو كتضغطوا عليهم باش تضغطوا علينا؟ راه بحال كتضغطوا على الوالدين. حنا ماشي هذاك ماشي موضوع، حنا كتضغطوا على الوليدات باش يجيو حنا يضغطوا علينا، حنا راه بحال حنا اللي كنقراو، راه حنا اللي كنقراو، العذاب الأليم ما كنناسو، ما كنشوفوه، ديروا حل مع الأستاذ باش الأستاذ يجي يقرر لنا وليداتنا. هادشي راه حشومة وعار، عار وحشومة. حنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطية، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم أنتم مسؤولية كصحابة باش الرأي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهة.